السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعد. البعض منا قد يكون مصابا بمس العشق ولا يعرف ذلك، لذا أردت أن أذكر لكم بعض العلامات التي تدل على وجود مس العشق في الجسد، وإن كنت أخص بالذكر هنا النساء لأنهن أكثر معاناة بذلك من الرجال. فأول هذه العلامات أن تري كأن أحدا يعتدي عليك جنسيا دون رؤية وجه، الاحتلام أكثر من مرة بالأسبوع، وجود كدمات أو بقع زرقاء خاصة في الصدر وفي الفخذين، وجود خرابيش دون أسباب وتظهر كثيرا على الصدر والذراعين، الخمول الدائم وكثرة أوجاع الجسد والميل إلى النوم الكثير، الإحساس بنفس بجوارك عند النوم، الإحساس كأن أحد يحتضنك، أيضا الإحساس كأن أحد يرفع عنك الغطاء وأنت نائمة. كذلك عند الاغتسال أو الاستحمام تجد كأن هناك يد تتحسس جسدك. كل هذا إن دل فإنما يدل على مس العشق. طيب، إذن كيف يأتي الجن العاشق للإنسان في نومه؟ يأتي الجن العاشق للإنسان في نومه غالبا ما يأتي في صورة الآدمي، سواء كان قريبا أو غير قريب. لما؟ حتى إذا أراد أن يستمتع بالإنسان لا يمنعه منه. وسبحان الله، يحتال هذا الجن العاشق على المرأة العفيفة فيأتيها بصورة زوجها، حتى إذا أرادها لنفسه لا تمتنع له. وأيضا يأتي الجن العاشق في المنام على صورة أحد المحارم، بأن يرى الإنسان أنه جامع محارمه كأمه أو أخته أو بنته، كذلك المرأة كأخيها أو أبيها أو ابنها. كل هذا إن دل فإنما يدل على وجود مس العشق في الجسد، أو أن ترى المرأة أنها تجامع مرأة مثلها، كذلك الرجل بأن يرى أنه جامع رجل مثله. كل هذه العلامات تدل على وجود مس العشق في الجسد. طيب، إذن ما هي الأشياء التي تساعد الإنسان أو العلاج لهذا الابتلاء؟ العلاج لهذا الابتلاء أن تلجأ إلى الله عز وجل في السحر، تقيم الليل وتدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء. كذلك الاستماع يوميا إلى سورة البقرة ويوسف والنور عبر سماعات الأذن. أيضا التنفس مع ذكر الله عز وجل لمدة نصف ساعة. طيب إزاي التنفس ده؟ نعمل كده، بسم الله أول وآخر، بسم الله أول وآخر لمدة نصف ساعة كاملة. أيضا التطيب بالمسك الأحمر بالنسبة للرجال، وللنساء التطيب به عند النوم. وأهم الأشياء التي تزيح أو تنزع هذا الابتلاء من الجسد هو الآتي: أن تأتي بمئة جرام زيت زيتون، ومئة جرام زيت سوداب، وخمسين جرام مسك أحمر، ومئة جرام زيت ورد، وتقرأ عليهم سورة الفاتحة والبقرة ويوسف والنور والبروج والمعوذتين والإخلاص، وتدهن بهم الجسد صباحا ومساء. خاصة النساء ينبغي عليها أن تدهن من هذا العلاج مفاتنها. طيب، أيضا نأتي بقدر من الماء، قدر من الماء، فنقرأ عليه سورة الفاتحة وأوائل البقرة وآية الكرسي وأواخر البقرة وسورة البروج وسورة الزلزلة والكافرون والمعوذتين والإخلاص، كل منهما يقرأ سبع مرات على المي. نعمل إيه بالمية دي؟ نغتسل منها ونشرب منها، وما نشربش من أي مية غيرها إطلاقا، نشرب من مية المقرعة على هذه. طيب، البرنامج ده مدته قد إيه؟ استمر على البرنامج ده لمدة 10 أيام، وبإذن الله عز وجل يتم شفائك تماما من مس العشق. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من تقصير ف
فمن نفسي ومن الشيطان، وأسألكم الدعاء، ولنا لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.